في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس ذهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر. وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. صاحبنا ده كل ما تيجي سيرة الستات قدامه يتكهرب كأن لبسه عفريت، ما تفهمش ايه مشكلته مع الستات. اول ما تتكلم عن زميلة في الشغل او تقول تعليق ايجابي عن اي ست او اي ممثلة جميلة مثلا تكون عملت دور حلو في مسلسل، تلاقيه يتعصب ويتنرفز ويتشال وتهبط كأن حد قتله قتيل. غير صحيح الكلام ده، غير صحيح اطلاقا يا عمرو باشا. اولا دورها في المسلسل وحش، ومفيش اي سبب يخلي الاخ ده اللي بيحبها يرتكب جريمة علشانها. وثانيا هي مش حلوة ولا فيها اي ميزة يعني تخلي حد يتعاطف معها اساسا. انا مش فاهم يا اخي، بيجيبوا الستات دي منين ويخلوهم يمثلوا؟ بجد مش فاهم. بسمتك انت فاهم يا اخ عمرو. ايوه انا فاهم يا اخ عبد العزيز، فاهم والله، فاهم انك مش فاهم حاجه خالص. ويمكن كمان تكون ما شفتش المسلسل من اصله. بقى يا راجل يا مفتري، عشان سيادتك ما بتحبش الستات ودايما بتهاجمهم، تقوم تشوه المسلسل وتبوظ السيناريو وتشوه البطله وتقولي عليها وحشه. ليه التجاني ده يا زيزو؟ رفقا بالقوارير يا راجل، ده الستات دول نص الدنيا الحلو، ومن غيرهم الدنيا ملهاش معنى. وبعدين ده انت متجوز ست فاضله يا راجل، الست ام عبرادي شايلاك وعايشه معاك على الحلوه وعلى المره. ايوه يا سيدي، على الحلوه والمره. انا بقى مش شايف غير المره، وبقالي 12 سنه مستني الحلوه دي مش عايزه تيجي. انتوا مش دايما بتقولوا ان العيشه بتكون يوم حلو ويوم مر؟ انا بقى من يوم ما اتجوزت ما شربتش غير المر من كعاني، وادينا هو قدامك زي الطور اللي داير في ساقيه، طور ومغمين عينيه كمان. النهارده زي امبارح وبكره زي النهارده، الايام كلها شبه بعضها. تقول لي جواز يا عم عمرو؟ من جواز وسنين، من حواء اللي كانت السبب. يلا ربنا يسامحها، ربنا يسامحك يا معبراضي. المهم بقى يا سادة، ان اللي يسمع عبد عزيز وهو بيشكي من الجواز ما يشوفش ايام الرومانسية المنسية، وهو بيتقطع وبيتشحتف وبيسبل قبل الجواز عشان ترضى عنه ام عبراضي وتقبل تتجوز موظف صغير مرتبه يدوب على قد حاله، بيشتغل الصبح في الشركة وبعد الظهر شغال على تاكسي، لغاية ما ربنا كرمه واشتغل في إدارة المشتريات لغاية ما بقى رئيس قسم على سنجة 10. لكن الحقيقة إن مشكلة عبد العزيز زي ناس كتيرة جدا زيه، ذاكرتهم ضعيفة، بينسوا بسرعة تعب الست اللي بدأت معاهم مشوار حياتهم من الأيام الكحيتي لغاية ما الظهر لعب معاهم وقبوا على وش الدنيا. مشكلتك يا زيزو إنك نسيت مين اللي شايل لك الواد عبرادي ابنك، ومين اللي سهر الليالي جنبه، ومين اللي بيجيبه من المدرسة وبيأكله وبيذاكر له كمان. مش هي برضو الست الفاضلة مراتك أم عبرادي؟ أيوة يا سيدي، ما هي كمان كانت ناقصاك تدافع عنها، كانت محتاجة محامي يا سي عمرو. تصدق مش عارف حاجة، اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. ده مش فاكر العبارة الشهيرة اللي بتقول للستات كيف تزوجت من ناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ فاكر ولا مش فاكر؟ لا مش فاكر يا زيزو، غير الزعيم أحمد عرابي وهو بيقول الخديوي توفيق كيف استعبدت من ناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. الراجل ده كان بيتكلم عن حاجة تانية خالص، مش عن الستات ولا عن أم عبرادي يا زيزو. وبعدين يا أخي ده الشهر ده حتى شهر كريم، الناس كلها بتحتفل في العالم بالمرأة، والشهر ده فيه اليوم العالمي للمرأة وفي عيد الأم، العالم كله بيقول المرأة شكرا يا زيزو، تقوم أنت تشتكي منها وعاوز ترجع لأيام العزوبية والحرية الوهمية وانعدام المسؤولية. يا راجل عيب عليك، والله عيب عليك يا زيزو. نبى عمر ما تسيح ليش، وما تحاولش تاخد بنت على حسابي وتعملي فيها نظير المرأة وتطلعني أنا الشرير وعدو المرأة. أنت مش شايف بنفسك إزاي مشروع الجواز اللي بتدافع عنه ده بقى أغلى مشروع في مصر، من الشقة للعيال لتكاليف المعيشة اللي بقت نار؟ مش شايف ولا برضو حاطط إيدك في المياه الباردة يا حكيم القلوب؟
يا عندليب. ايوه شايف يا سيزيزو شايف، بس الستات مالها؟ مالها باسعار الشقق وتكاليف المعيشه والدروس الخصوصيه؟ هل هي اللي رفعت الاسعار وخلت سعر الشقه بمليون واتنين مليون؟ هل هي اللي حددت مصاريف المدارس الخاصه والدروس الخصوصيه؟ حرام عليك يا زيزو يا ظالم. ويا اخي احمد ربنا على النعمه اللي انت فيها، ده الستات دول نعمه. اي والله، واللي ينكرها يعمى. وما ينفعش تعمل زي بعض الرجاله يا زيزو وتعلق على شماعه الستات خيبتك وفشلك واحباطك. وربنا قال لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، مش تقعد تندب حظك وقله حيلتك وتلعن الجواز وسنينه. يا زيزو ده الست العظيمه الجميله دي تبقى امك واختك ومراتك وبنتك. حرام عليك تقول ان الستات هم سبب مشاكلك في الحياه. اعلى اخويا وراجع نفسك وروح صالح الست ام عبد الراضي واكبر بخاطرها. ربنا يكبر بخاطرك. عادي عادي يا زعم، انا مش قادر عليك يا ابو المواعظ يا نظير المراه، بس والنبي يبقى اقول لهم طالما بتعملوا يوم عالمي للمراه يبقى برضو بصوا بعين العطف للراجل الغلبان الشقيان ده واعملوا له يوم عالمي هو راخر، او حتى ان شاء الله تعملوا نص يوم عالمي للراجل، او خليها حتى ساعه في اليوم، ساعه يفتكرونا فيها بالخير يا سيدي ويقولوا لنا شكرا، ولا كلمه شكرا كتير علينا كمان. الله يا اخي، ده احنا اللي بنطالب بمساواه الرجل بالمراه. ما تروح تقول لهم يا سي نصير المراه صاحبك زيزو يطالب بالمساواه مع ام عبراضي. بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لي تعليقاتكم على صفحه برنامج كلمه ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمه ورد غطاها. ولغايه ما نتقابل تاني اسيبكم في امان الله. كلمه ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، اداء الفنان احمد صيام، اخراج تامر حسني.